بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للإخوان السائقين، تحية وتقدير للناس المسؤولين على القطاع على المجهود اللي بذلوه معانا. وحنا هنايا راه معتصمين 24 ساعة على 24 ساعة، ما بقينا فين نمشيو. الإخوان جاعوا، دقوا جميع الأبواب تسدات في وجههم، دابا بقينا اتجاه واحد هو مسيرة استعطافية صاحب الجلالة نصره الله، وتتمنوا له الشفاء العاجل. السلام عليكم. السلام عليكم. تحية للإخوان المهنيين لمدينة سلا، تحية للإخوان المهنيين اللي كيساندونا عبر التراب الوطني. نحن هنا الآن في اعتصام مفتوح على مطالبنا المشروعة. الإخوان تنظن دلوا بها المطالب ديالنا، ولا العالم كله عارفها، لأن احنا كمهنيين لسيارة الأجرة من الصين في الأول تفاجأنا في هذه الجائحة أننا شبه أننا غير مغاربة، لأن الحكومة صنفتنا في قطاع غير مهيكل، مع العلم أن هذا القطاع كيساهم في الاقتصاد ديال البلاد بواحد الشكل كبير، لا من ضرائب ولا من المحروقات ولا من أي حاجة، لأن واحد الكمية هائلة ديال الأموال اللي كتروج هذا القطاع هذا. ولهذا بصفة خاصة المهنيين ديال مدينة الرباط ومدينة سلا، تحط فحقهم واحد القرار ولائي من عند السيد الوالي بالتوقف الإجباري بدون سابق إنذار. ولهذا نطالب بالتعويض من تاريخ توقفنا من 20 شهر 3 إلى يومنا هذا، فيما يخص التأمين، فيما يخص أداء السومة الكرائية للمأذونية، فيما يخص تعويض للسائق المهني. هناك إخواننا، كاين بعض الإخوان هنا كمهنيين أنهم هزوا حوايجهم مشاو عند عائلتهم، لأنهم بقاوش باش يخلصوا الكرة، ما عندهم ما يصرف، ما عندهم ما ياكل. واش هاد السيد شنو؟ الحمد لله لحد الساعة اللي ما سمعناش حالة ديال الانتحار، الناس راه وصلت لواحد المستوى اللي هو ما بقاتش قادرة تصبر، الناس فقدت الصبر ديالها. الناس هما هنا ليلا نهارا، كاين بعض المحسنين اللي هما اللي كيمولوهم في المأونة الغذائية، وكنطلبوا من المسؤولين أنهم يتصنتوا لهاد المهنيين وياخذوا بعين الاعتبار المطالب ديالهم. حاجة وحدة أنا آخر رسالة غنقولها، إلا ما كناش حنا مغاربة غير وريونا البلاد اللي غنمشيو ليها. كنا مغاربة راه خصنا حتى حنا الحقوق ديالنا كمغاربة. وعاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. جيد. جيد. دخل أمجد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم كما كتشوفوا الإخوان، هاد الناس اللي جالسين لنا ليل ونهار، راه الحالة لا يرتى لها، راه لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. هاد الناس هادو راه بقى لهم غير إما انتحار ولا سيدنا اللي غيشوف فيهم. راه ما بقى صبر، ما بقى حتى حاجة. راه الناس وصل لهم فين بغات، فين غيمشيو عند ولادهم؟ ما لقاو ما ياكلوا، ما لقاو ما يديو ليهم، فين غيمشيو هاد الناس؟ إذا سيدنا اللي غيبقى لنا هو اللي غنشوف يشوف فينا. والله سبحانه وتعالى، والله يرحم الوالدين، كنوجهوا النداء لهاد الناس المسؤولين، يشوفوا لهاد الوجه لهاد الناس هادو، يشوفوا بعين الاعتبار، الله يرحم لهم الوالدين، باش ما كان يشوفوهم يردوا عليهم اي استجواب، اي جواب يردوا لهم. يا هوك يا هوك، والله ما كانش هاد الشيء هذا غنلتجؤ لسيدنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عاش الملك. عاش الملك. السلام عليكم الاخوان. حنا كسائقين مهنيين وكمستغلين، حنا تنطالبوا من السيد الوالي اللي ردنا في هذه الحاله هذه جوج كلمات عندنا، يا اما ديروا معنا شي حل، يا اما غنجيبوا لكم الكريم وغنوليو خطافه، حيت دابا الخطافه هما اللي ولاو خدام في هذه البلاد. حنا تنخلصوا واجبات، نخلصوا الكريمه، نخلصوا لاسورانس، نخلصوا ستاسيونمون، ناخذوا الكريدي، نديروا كل شيء، وفي الاخر تردونا في هذه الحاله هذه. راه عندنا جوج ديال الكلمات، يا اما ديروا معنا الحل ولا امشوا عند بانا ولا غنوليو خطافه كاملين.
ياك الخطاف عنده الحق حتى حنا نوليو خطافه، وهذا الشيء اللي كاين. وعاش الملك والله ياخذ الحق. تحية نضالية، تحية نضالية، وعاش الملك، الله يجيب الشفاء العاجل، الملك سيدا، عاش الملك.